فإذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف، فهل له الصلاة هنا؟ ولم يخلع الجورب، يعني أخلع الخف فقط، خلع الخف يعني خلع الممسوح عليه. نعم، وهو الخف. نعم، طبعا وضوء صحيح ويصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقد وضوءه، لكن إذا عاد إلى لبسه فلا يجوز له أن يعيد المسح عليه، لأنه في الحالة الثانية لبسه على غير طهارة. والدليل على ذلك جزاكم الله خيرا. الدليل هو عدم وجود دليل موجب للقول بنقل الوضوء أو بغسل الرجلين كما يقول البعض. لا أقصد الدليل على إبقاء أو بقاء الوضوء صحيحا بعد خلع الخف. هذا الذي أقول، لأنه لا يوجد دليل يدل على انتقاض وضوء هذا الإنسان ليؤمر باستئناف الوضوء مرة أخرى. وحديث علي موضعه الذي ماذا؟ الذي فيه أنه لبس أنه توضأ ومسح على الخف أو على نعله ثم أراد الصلاة خلع النعل فصلى، هذا حديث علي حديث موقوف وهو معنى وليس علينا. نعم.